متابعين قناة اليد الذهبية، يا مرحبا. حرق الدهون ليس الهدف الأساسي من حرق الدهون اكتساب جسد جميل، الأهم من ذلك هو الحصول على صحة جيدة، وأيضا نتجنب الأمراض التي تأتي مع السمنة. إن كان هذا هدفك فهذا هو الفيديو المناسب لك. سأعطيك 14 طعام سحري يساعدك على حرق الدهون واكتساب جسد صحي. أول طعام هو البن الأخضر. حبوب البن الأخضر تحتوي على حمض الكلوروجينيك مما يقلل من امتصاص السكر في الجهاز الهضمي وبالتالي حرق الدهون المتراكمة. علاوة على ذلك فإن هذا الحمض يحفز نشاط الأيض الموجود في الكبد مما يجعله يحرق المزيد من الدهون. ويمكنك الحصول على كوب من القهوة الخضراء في الصباح على معدة فارغة، وستلاحظ قريبا تغيرات إيجابية على جسمك ومظهرك الخارجي بصورة ملحوظة. ثاني وجبة هي التفاح. التفاح غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، لذلك فهو غذاء مثالي لحرق الدهون في منطقة البطن. ولكي تتحصل على نتائج حقيقية على الأقل أو أنصحك بتناول 3 تفاحات في اليوم، واحدة صباحا وواحدة قبل الغداء وواحدة قبل العشاء. ثالث وجبة معنا هي السمك. تساعد الأحماض الدهنية أوميغا 3 في القضاء على الدهون الزائدة ومنع تراكم الدهون في الجسم. ويمكنك أيضا تناول كل أنواع السمك وخاصة التي تأتي من البحر. رابع وجبة هي الموز. الموز مصدر رائع للبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات. موزة واحدة في اليوم يمكن أن تساعدك في معركتك ضد الوزن الزائد. يمكنك تناول الموز كلما شعرت بالجوع. بالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من الحلويات التي يمكن صناعتها بالموز. خامس أكلة وهي الحمضية. من المعروف أن الثمار الحمضية غنية بفيتامينات سي الذي يقلل من مستويات الأنسولين ويجعل من عملية الهضم أكثر سرعة ويزيد من معدلات حرق الدهون. والحمضيات كثيرة جدا مثل البرتقال، الليمون، ويمكنك عمل مشروب ليمون أو مشروب برتقال أو مشروب آخر من الحمضيات وشربها ما بين الوجبات، لكن لا أنصحك بشربها بكثرة فإنها تضعف القلب. السادس وجبة هي المأكولات البحرية. إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية للعيش بالقرب من البحر يجب أن تستفيد من هذه النعمة، حيث تحتوي المأكولات البحرية الطازجة عالية الجودة على الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعدك على تجنب تراكم الدهون الزائدة. وبالإضافة إلى ذلك فالمأكولات البحرية تعتبر مصدرا رائع جدا لحمضيات الأوميغا 3 الدهنية والذي يجعل جسمك صحيا 100%. البطيخ والكنتالوب كلاهما غني بالماء والبوتاسيوم ويساعد ذلك على تجنب الانتفاخات. أيضا وجبة الجوز واللوز كلاهما يحتوي على نسبة عالية من الأوميغا 3 والبروتين. علاوة على ذلك يساعد اللوز على التحكم بنسبة السكر بالجسم وتنشيط عملية الأيض. أضف بعض المكسرات إلى السلطة الخاصة بك أو تناول الجوز أو اللوز كلما شعرت بالجوع خلال النهار. وجبة الأفوكادو. يحب الكثيرون هذه الفاكهة الغريبة ليس فقط لأنها لذيذة ولكن أيضا لأنها تحتوي على حمض الأوليك مما يقلل بشكل سحري الشعور بالجوع. بالإضافة إلى ذلك يحتوي على الألياف والدهون الأحادية غير المشبعة مما يساعد على منع زيادة الوزن. فإذا كان ذلك ممكنا فتناول واحدة يوميا فهذا له تأثير إيجابي على صحتك. بذور الكينوا. الكينوا هو طعام يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومنخفض السعرات الحرارية، يتحكم في الشهية ويسرع حرق الدهون في نفس الوقت. يحتوي على البروتينات ومضادات الأكسدة والمغذيات الأخرى مثل الحديد والزنك والسيلينيوم وفيتامين ها. إنه بديل رائع للأرز ويتناسب تماما مع اللحوم أو الخضروات. وجبة الطماطم. تأكد من إدخال الطماطم في نظامك الغذائي اليومي فهي تقلل من كمية الدهون في الدم
الدهون والكوليسترول. يمكنك صنع عصير الطماطم أو إضافتها إلى السلطات الخاصة بك، فالطماطم تقوي الشعور بالشبع، لذلك حاول تناولها كلما شعرت بالجوع. وجبة التوت، يمكن أن تدعم الفراولة والتوت البري والتوت الأزرق جهودك في إنقاص الوزن، وهو ليس فقط لذيذ ويعطي شعورا بالامتلاء، ولكنه أيضا قادر على إنقاص الوزن ومحاربة الدهون. زيت الزيتون البكر، زيت الزيتون هو الدهون الغذائية الصحية التي تساعد على القضاء على الدهون المشبعة مع خفض مستويات الكورتيزول هرمون التوتر التي تؤثر على زيادة الوزن. يفقد معظم فوائده الصحية عند تسخينه، لذلك من الأفضل تناول ملعقة من زيت الزيتون على مائدة فارغة، أو إذا لم يعجبك طعمه في تلك الحالة فقم بإضافته إلى السلطة أو الحساء قبل تناوله مباشرة. أيضا عندما يوضع على الجلد فإنه يساعد الجلد ليكون أكثر نعومة وأكثر مرونة. وفوائد زيت الزيتون كثيرة جدا تحتاج إلى ساعات من الشرح. خل التفاح الحامض، خل التفاح له العديد من المزايا لصحتك، ويمكن أن يساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع، حيث يحتوي على البكتين الذي يجعل عقلك يشعر بالرضا. لذلك إذا كنت تشعر بالجوع قبل النوم فإن خل التفاح هو الحل، كما أنه يعزز التخلص من السموم الطبيعية والتطهير والشفاء. كانت هذه أفضل الوجبات على الإطلاق لجسم صحي وأيضا لإنقاص الوزن. إذا قمت بالمثابرة عليها فهي بسيطة جدا ولن تكلفك المال الكثير. عود نفسك على هذه الأطعمة الصحية وستلاحظ الفرق في مدة قصيرة جدا. كان معكم أمين الزار من قناة اليد الذهبية. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الضغط لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جميع إشعارات فيديوهاتنا الجديدة. نترككم على خير في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.